أكيد مركز المشاعر الإنسانية في 2004 لرعاية أطفال أيتام أصحاب الهمم وأصحاب الإعاقات المتكررة في داخل الأسرة الواحدة وأطفال الأسر المتصدعة. خدمات الرعاية والتأهيل إضافة إلى أن هناك أطباء وطبيب على مدار 24 ساعة إضافة إلى الممرضات. حب أشكر أيضا حول الإمارات على مبادرتهم الجميلة والرائعة جدا. مبادرة الخير التي سعت إليها حول الإمارات مشكورة لإدخال البهجة والسرور والسعادة على أطفال المركز.